بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إله مهدس وهذا المركز قصوا الله بني أنا قو وناك إسفارين حمد إسكرهبين إلهي سبحانه وتعالى عن كبري دمان تيمبا إلهي إنه نقدر يكوكو أنت فع وحي له شيء جاي وحي شيء جاي يامبا إن حلقة ذي نمان توحي كوسا سنت هاي مسألة مهمة وأيضا لو بهي هاي لسكو برا رجيو دارنا كصومالي نهاي أم عالم إسلامي جود هان قهرنا دارنا صومالي هانا وحيابها دبك لوجو بحلا يهاي سبب وطهاي محيي لي وحيابها دبك لوجو بحلا يهاي وحكم إذا حق ولا قال لي هذا حق ولا قال لي هذانا وحلي يهاي قيبة بدن ولي يهاي وحاربنا مركز مسألة ذا ما أنت كهذا نوحي تهي معاونة الضاع على الظالمين معاونة الظالمين ذاتك الظالمين تهي إن عاونه ولا كالمي سأقصون تهين ظلم إليه سبحانه وتعالى وحرمي إن صمال هدانها أنك إن ذاتك لن وضع الظالمين معها لكن هذا لن عكفي رسول ذاتك لن ظلم أي تاغيران مركا وحو سليه قفك حلقيا بأن أسجره ولذلك الظالم إيهد أما دولد ما كقيب غاضنين أما مجلين كرسي ومدوانين مامول ومدوانين لكن ننكاس ظالم كاه أو ظالم كاس ودولد قالي أيو تاجر سنيهاي ظالم كاس أيو كالمين يا مارك حكم كيس محوياه إنه أقعد قفك أساس لهي بنان كه تعلب بنان كه وواحدين بمجلين وسياسة مرهسنين أيو هدنا وحارك يساسون عكلا كاه ظالم كاه لفتيس محيي لي حكم كونك ظالم كأقعد كان كالمين كما كما يرى وذلك مركي فيتن كدعان ذاتك الله سدح نوعي وكلا بحان سدح نوعي سدح دودان الشريعة الإسلام كيكا هذا الشيء أحكامي اللي يهين مركي ظلمي ودعو ظلمي مركي ودعو محايا الحق إبادل كسكم إدماه مركي سبحان الدنيا يقفك حق إنو أيدو مركي هدي أركتت قف قف ظلمي كجرة أم حاعتها تأرمها قويسك ما ملك معناها كسب بالله إلا أرمها قويسك نن حاس كيس ظلمنا يا حاس نك ظلمنا يسوع عنق وين عنق ير ظلمنا يا إن أما كان ير وكان وين ظلمنا يا سد الموقف قاعدني سد شرعة إنه كتير سنة ذا لوباهية ما هو حادي إسك سمين يسهلون أديس أنا بري أنا وحاس كم قيب قاعدني محي الواقع قيب قاعدتي دبك هورنتيسة قفك قيب قاتو ودم بيقو كجريا ولذلك مركي ظلمي أدعو دتك سدحنا وعي نغضان هذي لين ظالم لا أركو ضدنا ظلمي أي كهذلان وضدك قوانا كسن إلهي سبحانه وتعالى وأماني وحقه مركز تكتاجن ولا يقافون لوم تلاعيم عذ يقو بقايا ماله لا وحي يقو بقايا حتى وحي ديار وهي النفط ذي أهوران وله حرة وحكامتان مارتة ملحة عالمك إن ظلمي يكون جيران علماء كهذا شو ولا حرة والقبتها أما قارن أيقو كهذلا يبلس إلهي كحجابه ومعناه ضدك ولا حر ضدك حرن كلمة وحقه شيء ضد صوجي إذا جرى حق الشيء جاي لكن إلهي كإنت صابي محي وحكة إلهي مقاديرتي تكون سعلان وقفك قل لهم يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك لن يضروك هذا يسكت كان مضحك دولها لأن يحكون لبان وقفك سلوجيان أما يسيران حرة أما حزنا وحو إلهي وقرن قفكم كم دعاي مركا قلنا ظلم جاي كهرت ماذا قلنا ظلم جاي أي تاجرته وأصعبني ما رتكو او دنبي قلب سنين او مركي مدحيناش لكينا اما ميلها شرك لكينا مرتورين شيء لكينا مارت هو يوين يقول سو دهايا صحوهي صحوهي ما تن وحي وحي صحوهي ويرين مو ونن كان ما غرنيسان دنبي كو دعي واسكا تاغيرن اسبابت لو تاغيره وكل دوونتا قاره قبيل كو تاغير ددا قبيل كعدا وذلك مالك قبيل كيس او مدحوينه يحي ودن نمو من اللي تغيان ودنك ودنيد ودنك والقته ودنك ودنك وهل دفاع وليه مالنك او مدحوينيس كدعو تلك او قبيلك او يماد ودن نمو وما كبحضب كوكلس وكره هدن هدن ساسي نقنيسا ولذلك الظلم يتاغير سيان قفكاس قفكا تاغيري سوحال ربا انات قرنيس محكو تاغيري سا معايري وقفوهم انهم مسؤولون الهي قيامة وليس ويددونا هل استيجال لي قفكا قفكو مركاتيك ونقضو ونقضو ساس درادت الهي الظلم قوهره سيديس وحديث قدس قعدت كسب قرصن يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي نفتي إذا ظلمك حرمي وجعلته محرما أيان كده جي نحذينا كيالي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا لكن سؤالي أنا قلنا هاي الظالمين تويرهن ذاتك ظلمك
inay wax dulmiya xooladadu dhacaan ee lacag meel dhigtaan markay maamul qabtaan dulmigu waa badan yahay ilaahay subxaanahu watacaala nuucyo badan uu leeyahay laakiin mushkiladda ku jirto nagu caawa ka digaya waxay tahay war dadka dulmiga kaalmeynaya marka qaybtaasna dulmiga kaalmeyn qayb saddexaad maxay tahay saddexaan niri qayb dulmiga waa ka hortimid daalimka way ku gacan seertay qaarna daalimkii u sacbiyeen waa ku farxeen waa wuxuu yidhaahay hay haye dhahayaan ma dhahayaan warninyu dulmiga ka dhaaf ma dhahayaan xaqa uma sheegayaan balse waxaa laga yaa inay yidhaahaen noo dirso annaga kuu adeegayna yaan kuu soo dhibnaa yaan kuu soo xirnaa yaan kuu qabanaa yaan ku sundulaynaa si kale u kaalmeynayaan ama ficil ahaanay u kaalmeynayaan waa askartiisi iyo xaashidiisi ama banaanka u taagan yahay qayb saddexaad oo iyadana u malaysana dembi ka baxda waxay tahay qolo muxaayidiin ah dhexdhexaadaana annaga kanna ma taageersani kanna ma taageersani waa marka dulmiga waa u jeedaa maaha dulmiga dhexdhexaad lagama naqan karo xaqa iyo baadilka dhexdhexaad waxa ma jira iyo xaq yaa baadil wey haddaa xaqi aad garab istaag weysid baadilkaa la safan tahay marka taasoo kale in laga beynayo walidaalika ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegayaa dadka daalimiinta ah inaan la taageerin oo aan la kaalmeynin walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu wuxuu leeyay ilaahay ha caawinina ama ha agtooda macnaa ha kaalmeynina macnaha rugniga halkan waxay culammada ay ku fasiraan inuu yahay dahiir inuu unaqatid inaad kaalmeysid ilaahi subxanahu wa ta'ala walaa tarkunuu ila ladiina dalamuu war kuwa dulmiga galeen ogtahay nin in adeerka ah ogtahay inuu dad dhaco inuu dhiigi cab yahay inuu dad dilo ayaad maanta waxaa u taageersanta qabiil ahaan u taageersanta ilaahay wuxuu yihi daalimka aad la jirtid ilaahi maxaa dhacay marka wuxuu yihi fatamasukum unnaar naarta ayaa nihaleynaysa marka maskiinkii dadka taageera ee isdhahay banaanka ha taagan tahay waxaan siyaasadan kuma jirtid laakiin hebel iska taageeray indha la-aan ku taageeray oo u sacbinaya ilahay wuxuu leyay fatamasukum unnaar naartaa taabanaysa kaas maxaa dhahay nahyi ayaa yimid halkaas walidaalika nebi muuse muxuu yidhi qaal rabbi ini bima ancamta calaya falan akuuna dahiiran lilmujrimiin ilahay ubalan la gal nebi muuse wuxuu yihi weligay nin mujrim mkaalmeynaani mucaawino uu samaynaayo nacam walidaalika waxaa la doonaya in laga beri ahaado daalimka in adeerka walaalkaa kula dhasha ahaado haddaad u jeedid inuu dulmi ku socdo oo wax dhacaayo oo wax xoogaayo oo ummadda beenta inuu u sheega adinas wax kale kuu qorsan ku dhahay waxbaanu soo dhicinaa tolkii waxbaan u yeelaya dhulkaasay qaadanayaan beerahaasay qaadanayaan maamula helaynaa annagaa kaligeen meesha ka talinayna hadduu waxaas kaaga sheekeeyey oo rabo inuu dad soo dhaco haddaad ku taageertid ilaahi subxana wa taala fatamasukum unnaar aayadda kalena waxay ahayd nabiga ilaahi subxana wa tacala dadka dhan garanayo walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan dimbiya ku kaalmaysa ninka walaalka ah sidoo kale waxaa la doonaya marka in laga inaad qofkaasoo kale aada iska bariyeysa ee la doonayaa rukuunka aayaddaas markay fasirayaan culimmada ee walaa tarkanuu iladiina dalamuu fatamasukum unnaar markay fasirayeen dhahayeen war dadka daalimiinta agtooda ha joogina oo ha kaalmeynina tarkiinka waxay ku tilmaameen waxay yidhiheen arida bima calayhi addalama ninka daalimka ah wuxuu samaynaa dhanaa bal fiir hadda soomaalida arag fiir soomaalida waxaa weeye xataa qoys markii la heshiisiinayo asoo og ninka reerka qaraabada ninka inuu gardaran yahay ayuu ninkiisa taageeraya uu raalli ka yahay wuxuu samayn oo raalli ka tahay war bini aadanka haddii la yidhi dadka xukunkii u tartamin xukunkii lacag dhiibin ilaalush dhiibin iyay qabsanin ilaahay maku kaalmeynayo war adiga uu meeshan ka sacbinayo haddaa raalli ka niqatin nin daalim ah aad og tahay inuu qabiil ku shaqeeyo oo dadkan banaanka uu sheekeynayo inuu waddan dhisaayo aad og tahay inuu lugoosmo waddanka iibinaya og tahay oo waddankaas uu iibinaya adhehes u sacbinaysa annaga maxaa yeel wasan qofka waa gadan karaa wuxuu dhihi karaa ana xukunku waa lagugu haynaya kana dhacay sheydaanka wuxuu u suuradayn karaa ilaahay tiisa meele taalla mulkigan ilaah ha bixiyo qof qabiil ma bixiyo ogaada taas ilaahay subxana wa tacala qur-aanka oo qul illahu maaliku lmulk tu'ti lmulka man tashaa wada maxtinimada hadday reer dhan isku tagaan hadday gaar reer galbeedka isugu tagaan nin madaxweyne ma ka dhigi karaan ninka uu ilaahay u qoray ama ninkii ilaahay inuu ku fidnayay raba ama ilaahay inuu kunanku ku liibi aniyo raba idan adiga waxaa ku wanaagsan marka aniga oo soomaali ah walaalkay intaan ku taageeri lahaa tahluku inuu dad dhaco inuu faano inaan ku taageeri lahaa inaan ka istaago walidaalika unsur aqaaka daaliman oo madluuman nabiga calayhi salam markuu yidhi wuxuu yidhi ninka walaalkaha kaalmeya markuu gardaran yahay markii laga gardaran yahay waxaa yidhi ninka oo daalimka saa u kaalmeyn wuxuu yidhi qudu biyadihi waxaa rabaa inaa naseex fiican siis aan yidhi walaalow meeshaan iskaaga soo tag xildhibaanimadan ka soo tag wasiirnimadan ka soo tag madaxweynenimadan ka soo tag maxaa dhacay dulmiya halkan ka socdo dulmigaasna adaa qoorta ilahay lagu gelina anigana raalligama walidaalika tabari ay noo sameeyaa dunya laakiin hadduu si intaa rugdugda wallahi waa nin rag
ومركو شيء يكون فرحاي وقد بديس يكون فرحاي وحويت ولا تركنوا أسو جلايرين وحيني الرضا بما عليه الظلامة وحكم إذا وتحسين طريقتهم للناس إن أدتكو أمانت وبسايدة قار فرتين وعقول ليهن كلمة مهمة أن ودني ساسة مركات شهادة زور إن قنايان ما حد عي أسد حقوق أدتك إنه وجين حرة أدتك إنه ورجلي ودعايد بحيو حيسين سماي ودنيا لكن إله أكسونيا وحقني قلبي يسوع كجرو أكسونيا وحق قلبي يسوع كجرو نكان إن هذا يركع منين كان ساعة إنه سيجو أم حكم قبضته حرو حكم كرو أم وحاسه كجرو مركان أنت أمان تيسا شيء تيسا ولذلك حواي ولا تركني وحالوك فسرين وتحسين طريقتهم للناس دتك إنه قادان إيه وتزيينهم لهم إن دتك قحيان نكانوا كلا المهلية وكان ودني وي وحاسو سمي وحاسو سمي ورنكا مركاتي قاس النقنيس شهادة زورة تاعي إلهي قيامها وحوله وقفوهم إنهم مسؤولون هذه مركات وحارتها والله أنا نهبر سياسة وليس كما قيب قلن فلي كدركو فلي جري سياسة دا ظالم وتاقير جري ظالم كي أساقوا على الصبحنا نبي عليه الصلاة والسلام وحو جري المرء مع من أحب قيامها دتك وحال الصورة قفك أجعشة هذا نين ديقي عبئه توق دتك دعاي وطلق وهيلناي ومد وهيلنين وقتها إنه طلق وهيلناي وقتها أتاقير جرسي إلهي أسوق لصبحنا أسقنا عذابك إلهي سبحانه وتعالى فتمسكم ناروي نار تأيات.